صباح الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة صباحية نقدم لكم فيها أهم الأخبار السياسية، ونستعرض معكم أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي نتفاعل معكم من خلال مشاركاتكم اليومية. البداية مع العناوين. مجلس الأمن يبحث اليوم هجوم ميرسر ستريت وواشنطن تؤكد أن سلوك إيران عدائي على الملاحة الدولية. لوقف التهريب وحماية المنتج العراقي، بغداد تطلب من طهران نقل منافذ التخليص الجمركي إلى ترابها. أما عناويننا التي رصدناها من خلال تفاعلاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي يقدمها لكم الزميل محمد دغمش. صباح الخير محمد. صباح النور. تسابيح اليوم رصدنا تسابيح موضوعين أساسيين على وسائل التواصل الاجتماعي، أحدهما يتعلق بالسودان والآخر بالخرافات التي تنتشر على وسائل التواصل فيما يخص اللقاح من فيروس كورونا. دعينا نتابع في العناوين. في امتحان الدبلوماسية السودانية، الناجحون رسبوا، ورئيس الحكومة يطلب اجتماعا عاجلا لكشف الحقائق. أطباء يحذرون من تأثير دلتا على الشباب ويشجعون على اللقاح، وخرافات مواقع التواصل وراء عزوف البعض. وقبل الدخول في تفاصيل هذه الساعة الإخبارية، دعونا نتوقف مع موجز لآخر الأنباء. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يقول إن المعاناة التي يشهدها الشعب اليمني الذي يمر بأسوأ كارثة إنسانية سببها ممارسات ميليشيا الحوثي، ويدعو الحوثيين إلى وقف إطلاق النار. نائب وزير الدفاع السعودي يزور رئاسة هيئة الأركان للقوات المسلحة السعودية وقيادة القوات المشتركة، ويطلع على الجوانب العسكرية والدفاعية، ويشيد بجهود قوات تحالف دعم الشرعية باليمن. 13 منظمة سياسية إيرانية تدعم الشعب الإيراني في رغبته بإسقاط النظام، وتعلن تنسيق المنظم مع الشعب للوصول لهذا الهدف وفقا لما نشره موقع إيران إنترناشونال. وزارة الكهرباء العراقية تقول إن هجمة ممنهجة تستهدف خطوط نقل الطاقة في المنطقة الغربية تزامناً مع هجمات طالت المنطقة الشمالية، وتشير إلى تضرر بعض الأبراج في خط نقل الطاقة في المنطقة الوسطى بسبب عمل تخريبي. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تؤكد أن 10 أكتوبر المقبل هو موعد حتمي لإجراء الانتخابات البرلمانية المنتظرة، وتنفي استلام أي طلب انسحاب من الانتخابات حتى الآن. الجيش اللبناني يناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدائية، ويحمل تل أبيب تبعات تغيير قواعد الاشتباك بعد غاراتها وقصفها لأهداف بالجنوب. الرئيس اللبناني يلتقي اليوم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للمرة السادسة استكمال البحث في عملية تأليف الحكومة، وميقاتي يكشف وجود تقدم بسيط في تشكيل الحكومة. يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم الهجوم الذي استهدف ناقلة ميرسر ستريت قبالة سواحل سلطنة عمان الأسبوع الماضي، وتعتزم بريطانيا مناقشة الهجوم على الناقلة خلال اجتماع مغلق بعد أن أبلغت مجلس الأمن بأنه من المرجح للغاية أن تكون إيران استخدمت طائرة مسيرة أو أكثر لشن الهجوم الذي أودى بحياة 2 من أفراد طاقم الناقلة، أحدهما بريطاني والآخر روماني.
وفي وقت سابق أكد وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب أكد أن إيران ستدفع ثمنا لو اختار رئيسها الجديد العدائية، مؤكدا أن طريقة التعامل مع طهران أصبحت على مفترق طرق. وقال راب إن بريطانيا ستحاسب إيران لتهديدها الملاحة وزعزعة استقرار المنطقة، لافتا أن الهجوم على السفينة لن يمر دون محاسبة لإيران، مشددا في ذات الوقت على أن بلاده ستنفذ ردا منسقا على الهجوم الإيراني على السفينة. وفي ردها على سؤال لمراسلة الحدث حول قلق البيت الأبيض من التصعيد بين إسرائيل وإيران، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت إن لإسرائيل كامل الحق في الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن السلوك العدائي على الملاحة البحرية الدولية يشكل خطرا على العالم كله. With the threat of the Israelis launching a military strike against Iran. Well, of course, Israel as a sovereign country has the right to defend itself, and we certainly recognize that first and foremost. We, of course, are working with the international community and have concerns about the escalating activity we've seen. As it relates to the seized tanker, the Asphalt Princess, also the Mercer Street attack. And these are all certainly issues that are of concern to us and of concern to the international community. We feel it follows a pattern of attacks and other belligerent behavior. And these actions also threaten freedom of navigation through crucial waterways, something that is posing a risk to a range of countries around the world. You know, I would also note that we know our British partners have called for action, called for steps in a coordinated way from international bodies, including the United Nations, which we would certainly support. على الجانب الآخر، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اعتبر أن تهديد إسرائيل لبلاده بعمل عسكري ضدها يمثل مخالفة للقانون الدولي، وتعهد بالرد بشكل حاسم على ذلك على حد وصفه. وأضاف خطيب زادة عبر تويتر أن السلوك الإسرائيلي الذي وصفه بالخبيث ناتج عن الدعم الغربي الأعمى على حد قوله. ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أكد على موقف الولايات المتحدة في دعم وحماية حلفائها ومصالحها في منطقة الشرق الأوسط من أي تحرك إيراني، وحث الرئيس الإيراني الجديد على العودة للمفاوضات النووية قريبا. رسالتنا إلى رئيسي هي نفسها رسالتنا إلى أسلافه، وهي بسيطة للغاية. الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها الأمنية وكذلك عن حلفائها. نأمل أن تستغل إيران الفرصة لتعزيز وتطوير النشاطات السياسية. من جانبنا نحن مستعدون للعودة إلى المفاوضات في فيينا. ننتظر التقارب الذي تقوم به الحكومة الجديدة في إيران، وبناء على ذلك سنرى. إلى تونس، إذ يسود الانتظار سياسيا وشعبيا في انتظار الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد من قبل الرئيس قيس سعيد. يأتي هذا في وقت دعت حركة النهضة إلى إنهاء تعليق تجميد البرلمان والعودة إلى الحوار. الزميل وليد عبد الله والمزيد من التفاصيل. اتخذت جملة من القرارات. 25 من يوليو، زلزال سياسي في تونس ينهي سيطرة الإخوان على الحكم وعلى مفاصل الدولة. فرح شعبي عارم وقرارات تتلوها أخرى لمعالجة ما أفسدته ترويكا النهضة الحاكمة طيلة عقد من الزمن. حركة التاريخ لا تعود إلى الوراء، لكن النهضة يبدو أنها لم تستوعب الدرس بعد، ليخرج مجلس شوراها مطالباً بضرورة العودة السريعة إلى ما وصف بالوضع الدستوري الطبيعي. حركة النهضة لا تغير قيادتها ولا مواقفها تحت الابتزاز السياسي. كل رغبة في إزاحة راشد الغنوشي الآن من المشهد السياسي هي جزء من خطة انقلابية سيتصدى لها أبناء النهضة. تهديدات لا يأبه بها الرئيس قيس سعيد، ويواصل سلسلة قراراته التي يفرضها الوضع الاستثنائي في البلاد وفق مقتضيات الفصل 80 من الدستور. وبعد تحوله إلى مقر طلائع الحرس الوطنية، أعلن من مقر وزارة الداخلية أنه سيتصدى لكل المخربين والساعين إلى تفكيك الدولة من الداخل.
سنتصدى لهم في إطار القانون. ولكن ليعلموا جيدا أن أي محاولة للمس من وزارة الداخلية أو من ضربها من الداخل فستواجه بأكثر مما يتوقعون. وبينما سلم رئيس الحكومة المقال إقرارا بممتلكاته خلال فترة رئاسته للوزراء، تتسارع الأحداث ميدانيا وقضائيا، والتونسيون في انتظار إعلان سعيد عن الحكومة الجديدة وعن خارطة الطريق وتصوره لإدارة المرحلة الاستثنائية الحالية. في وقت تهب فيه رياح التغيير نحو إرساء الجمهورية الثالثة في تونس، تحاول حركة النهضة المناورة وربح الوقت للعودة إلى ما وصفته بالوضع الدستوري وتعليق تجميد البرلمان والاستعداد للحوار في محاولة لإحياء منظومة ما قبل 25 من يوليو الإخوانية التي لفظها الشعب التونسي. خالد عبد الله، الحدث، تونس. نبقى في تونس، فالأحداث الأخيرة والإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد صاحبها صور وفيديوهات، بعضها حقيقي وبعضها غير حقيقي. دعونا نتعرف على أحدها مع زميل محمد دغمش من جديد. إليك محمد. تسابيح، فعلا تونس تتصدر المشهد حتى الآن خلال الأيام الماضية. كما تعلمين تحدثنا أكثر من مرة عن معلومات خاطئة أو صور خاطئة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. الكثير من الإشاعات إذا تناهت حول وضع هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية المعفى من مهامه بأمر من الرئيس التونسي قيس سعيد، ووصلت إلى حد الحديث عن تعرضه للتعذيب من قبل بعض من تبنى هذه المزاعم. ولإعطاء مصداقية لمزاعمهم تمت مشاركة صورة لشخص يحمل كدمات تظهر بوضوح تعرضه للضرب، وقيل إنها لرئيس الوزراء التونسي المعفى المشيشي، لكن الادعاء والصورة كلاهما خطأ. فما هي حقيقة هذه الصورة؟ بداية، الصورة المزعومة للمشيشي لا تشبهه، ولا حاجة للتدقيق طبعا في الملامح لمعرفة ذلك، ولا علاقة حتى لها بتونس جغرافيا ولا بالمشيشي إذن شخصيا. ووفقا لبحث أجرته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الصورة جرى التلاعب فيها، فالخلفية أخذت من موقع إخباري، أما الشخص الذي يظهر في الصورة فهو أمريكي من أصول إسبانية، تعرض للضرب في يوليو عام 2018، أي قبل نحو 3 سنوات، على يد ضابطين أمريكيين في نيو أورليانز الأمريكية. تسابيح، إذن التكسب من وسائل التواصل الاجتماعي محمد دغمش يدفع البعض إلى مثل هذه الممارسات فقط لللايك، يعني كل ما زاد اللايك والشير كل ما تكسبت أكثر يعني. أيضا لكن تسابيح، لا يمكن إخفال أن البعض أيضا يريد الفتن من خلال هذه هكذا صور غير دقيقة وغير صحيحة. المشهد صحيح فعلا. شكرا محمد على التحقق، أشكرك. شكرا. جدل على مواقع التواصل في السودان بعد إعلان نتائج بعض المرشحين لوظائف السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، فالجدل ثار بعد اختيار متقدمين لم يجتازوا الامتحان التحريري ورسبوا إما في مادة واحدة أو أكثر، بينما تم استبعاد آخرين تمكنوا من اجتياز الامتحانات وحققوا المعدل المطلوب للنجاح، وذلك لشغل وظيفة من 50 أخرى في الخارجية بحسب ما أعلنت اللجنة المختصة بجامعة الخرطوم والمسؤولة عن الامتحان. التظلمات والشكاوى التي صدرت عن بعض المتقدمين دفعت وزيرة الخارجية مريم صادق المهدي إلى إعلانها تشكيل لجنة استئناف بالتعاون مع لجنة الاختيار للخدمة العامة تحت إشرافها المباشر، بهدف تلقي الشكاوى ونظر في التظلمات والعمل على معالجتها بما يضمن الحفاظ على الحقوق واختيار أفضل الكفاءات الوطنية. رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك كلف وزيرة الخارجية بالدعوة لعقد اجتماع عاجل له مع الجهات ذات الصلة
بإجراءات التعيين الأخيرة، يتم بعده تحديد الطريقة الكفيلة بتحقيق العدالة في التوظيف وتلبية الشروط المطلوبة لذلك. إلى الخرطوم حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي السيد شوقي عبد العظيم. سيد شوقي صباح الخير، أهلا بك معنا في النشرة الصباحية، وإن كان لك أن تطلعنا على ما الذي حدث، يعني كيف يمكن لراسبين في امتحان تحريري يتعلق بوظائف السلك الدبلوماسي أن يتم تعيينهم في هذه الوظائف التي وصل بعضها لدرجة مستشار حتى؟ صباح النور من الخرطوم. نعم، هي الحادثة حدثت، وأولا هو من الوقت القديم هنالك مشاكل كبيرة في اختيار السفراء واختيار السكرتيرين الأوائل والمستشارين في وزارة الخارجية. هذه أزمة قديمة، النظام البائد أرسى قاعدة أن يكون الولاء هو معيار الاختيار، أن تكون منتمي للحزب الحاكم أو وقتها المؤتمر الوطني، وهكذا يتم الاختيار وفقا للولاء. والآن طيب، يعني وفقا للولاء لمن الاختيار؟ أول اختبار الولاء كان في السابق للمؤتمر الوطني. لا الآن، يعني الولاءات لمن؟ الحركة الإسلامية. نعم، الآن الشيء الذي حدث واضح أن هنالك ثغرات يمكن التلاعب من خلالها في الاختيار. أما هذه الثغرات هي مسألة المعاينات الشفهية. هنالك 26 ناجح في الامتحان التحريري، نجحوا 26 فرد، تم اختيار 6 فقط منهم واستبعد 20، وصدر قرار وهو الذي أدى إلى هذا التلاعب أيضا، هو أن يكون الناجح 50% من المواد، تحصل على 50% من حقك، من حقك يحق لك أن تمر عبر المعاينة الشفهية. فهؤلاء الراسبين من هذه الأبواب، من هذه الثغرات دخلوا، وربما لأسباب شخصية، أغراض شخصية، لولاءات شخصية ولمحسوبية، تم أخذوا عدد كبير جدا من طيب الذين رسبوا في مدرسة. اسمح لي أستاذ شوقي، الولاءات والاعتبارات الشخصية الآن لا تتعلق فقط بقضية السلك الدبلوماسي وتعيينات وزارة الخارجية الأخيرة، ما يقال في الأوساط السودانية على مواقع التواصل الاجتماعي أن خرجنا من مرحلة تمكين الإخوان المسلمين في المؤسسات بالدولة لتمكين كل من ينتمي لقوى الحرية والتغيير، لا على أي أساس، لا على كفاءة، إلا لأنه جزء من الحرية والتغيير في هذه المرحلة. الشيء المهم، الحرية والتغيير ليست حزبا واحدا وليست جسما واحدا، صحيح، حتى تسهل هذه العملية كما كان في المؤتمر الوطني. لذلك هي المسألة شبهة الحرية والتغيير ربما تستبعد شيئا ما، وربما أعضاء النظام القديم أرادوا أن يقولوا للشباب أن هذه هي الحرية والتغيير لأغراض سياسية، ولكن في تقديري الشخصي الحرية والتغيير هي كيان عريض، ولذلك من الصعب جدا. لكن انتماءات المنتمين لأحزاب هذا الكيان الآن هي من يتم تمكينها في مؤسسات الدولة، هذا ما يحدث سيد شوقي، يعني هي ليست فقط تكهنات. ربما التمكين نعم ربما التمكين السياسي المباشر، أن يتم تعيين مدير إدارة مباشرة، أن يتم تعيين وزير مباشرة، ولكن في مثل هذه المعاينات يصعب الأمر، يصعب أن تختارهم حسب الحرية والتغيير، لأن الحرية والتغيير فيها تشاكسات في حد ذاتها. طيب. ولا يسكر على الكلام بيخرج للإعلام. طيب. إذا حاول أحدهم أن يعين منسوبيه فقط يخرج الكلام للإعلام، هذه دعاية ربما يستفيد منها المؤتمر الوطني أو النظام البائد، المؤتمر الوطني المحلول. فلذلك أنا أستبعد هذه الفرضية في مقابل أن هذه هي مسألة شخصية، يكون لديك قريب، يكون لديك أحد من معارفك تريد أن تسكنه في وظائف الخارجية. نعم. طيب بالتأكيد سنتابع مآلات هذا الملف، تفضل في دقيقة لو سمحت أو أقل. من المهم أن نشير إلى الطريقة التي تعامل بها رئيس الوزراء، تعاملت بها وزارة الخارجية في أن تستمع لهذه الشكاوي، أن تعيد الامتحان أو تعيد طريقة الاختيار، هذا ما كان لا يحدث تماما في ساحة البائد، وهذه سابقة جيدة جدا. طيب. حتى تخيف المسؤولين نفسهم في أن يكونوا دقيقين وحريصين على الشفافية والعدالة. صحيح، سنتابع مآلات هذا الملف معكم من الخرطوم الكاتب الصحفي سيد شوقي عبد العظيم، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات، صباح الخير. نبقى في السودان مشاهدينا وأبرز الأحداث هناك يطلعنا عليها زميل محمد عثمان.
مناسيب النيل تواصل الارتفاع في عدد من الولايات السودانية لا سيما الخرطوم. وزارة الري السودانية قالت بأن ارتفاع نهر النيل الأزرق في ولاية الخرطوم بلغ 16.74 متر، أي بارتفاع 24 سنتيمتر عن منسوب يوم أمس. أيضا أشارت إلى أن إيراد نهر النيل الأزرق في محطة الدام الحدودية بلغ 774 مليون متر مكعب في اليوم الواحد. السلطات السودانية طالبت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، وقامت بإنشاء ارتكازات نيلية لمراقبة تغيرات سلوك هذا النهر، وأيضا التعامل مع التغيرات التي تحدث إذا ما تسلل النيل إلى الأحياء السكنية. أيضا قامت بإرسال الآليات إلى عدد من ولايات الهشاشة. من جديد إلى الزميل محمد دغمش لمعرفة نتائج التصويت الذي نشر البارحة على حساب الحدث. إليك محمد. تسابيح كما توقعنا تماما، أغلب من صوتوا هم مع التزامن في توزيع اللقاحات بين الدول الغنية والفقيرة. وللتذكير، سؤال أمس الذي نشرناه على حسابات الحدث في تويتر ويوتيوب كوميونيتي، يقيس رأيكم مشاهدينا في تصريحات منظمة الصحة العالمية ومطالباتها للدول الغنية بوقف جرعات اللقاح المعززة ومساعدة الدول الفقيرة على منح اللقاح لمواطنيها. وسألناكم، هل أنتم مع هذا المطلب، أي وقف التطعيم بالجرعات المعززة مؤقتا لحين توفير جرعات للبلدان الفقيرة؟ النتيجة كانت 76% مع وقف التطعيم بالجرعات المعززة، أما 24% فليسوا مع ذلك. على يوتيوب كوميونيتي النتيجة لم تختلف كثيرا، ف 77% هم مع إيقاف التطعيم بالجرعات المعززة لحين توفير اللقاح للبلدان الفقيرة، بينما 23% صوتوا بعكس هذا التوجه. أعود إليك. شكرا محمد. إلى العراق، حيث دعا إيران إلى نقل منافذ التخليص الجمركي إلى أراضيه بدلا من ما هي عليه الآن داخل الأراضي الإيرانية. الدعوة تأتي بهدف حماية المنتج العراقي وتشغيل الأيد العاملة ووقف المواد الممنوعة من الدخول إلى العراق. وفي لقاء جمع رئيس الهيئة عمر الوائلي مع مسؤولي الجمارك في إيران، طلب العراق بوضع حلول للعقبات القائمة وإحكام السيطرة على وقف دخول المواد الممنوعة لتوفر بدائل محلية لها في السوق العراقية كالخضار والفاكهة التي يواصل مهربون تسريبها من إيران إلى الأسواق العراقية. 8 معابر تربط العراق بإيران مخصصة للتبادل التجاري والنقل، دعونا نتعرف عليها. نبقى في العراق وأبرز الأحداث هناك مع زميل سامر الكبيسي. بداية من ملف الطاقة، حيث هاجم مسلحون مجهولون 13 برجا لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى وكركوك وصلاح الدين، الأمر الذي تسبب بانطفاء تام للكهرباء بحسب وزارة الكهرباء العراقية عن محافظة صلاح الدين وأجزاء أخرى من محافظة نينوى وكركوك، الأمر الذي ينذر بوجود حرب أخرى تستهدف أبراج الطاقة الكهربائية بعدما زرع مسلحون آخرون عبوات ناسفة على أبراج الطاقة في محافظة الأنبار. إلى لبنان، ومع فيديو انتشر على مواقع التواصل لأم اضطرت لنقل طفلتها لأحد المحال لمساعدتها للحصول على أكسجين في تصرف يكشف انقطاع الكهرباء عن المنازل.
هذه الطفلة بقلب مدينة صور اضطروا أهلها يتركوا البيت لأنه ما في كهرباء ويجوا على محل كرمال الجهاز للبنت تضل عايشة. بلا هالجهاز هيدي البنت بتموت. هيدي البنت بتموت بسبب الإهمال، بسبب الفساد، بسبب غياب القيمين عليها لهيدي المدينة ولهيدي البلد. هيدي البنت إذا بتصير فيها شيء برقبتكم، لأنه أنتم ما حاسين بوجع الناس، لأنه لا أنتم ولا أولادكم ولا أحفادكم عم بتعانوا 1% من اللي نحن عم نعانيه. إلى اليمن حيث تعيش تعز أزمة غاز خانقة، حيث تشهد محال ومراكز بيع اسطوانات الغاز المنزلي طوابير طويلة من النساء والأطفال دون الحصول على حاجتهم من الغاز، وسط اتهامات لشركة النفط الموزعة للغاز بالتلاعب بحصة محافظة تعز وتصريفها لخارج المحافظة. مئات النساء والأطفال والرجال يصطفون في طوابير طويلة أمام محال بيع غاز الطبخ في أحياء تعز، يقضون ساعات بانتظار الحصول على ما يحتاجون إليه ولكن دون جدوى. طبعا الغاز المنزلي يعني أزمة خانقة نعاني منها يعني لمدة سنتين مستهلكين. تأخير الغاز معلم قبل الشركة كل أسبوعين كل 20 يوم، الحصة الكمية قليلة ما تغطيش الحارة أبدا. ترتفع الأصوات الشاكية من أزمة الغاز في تعز التي تحاصرها الميليشيات منذ أكثر من 6 سنوات، ولا تتوقف قذائف الحوثيين ورصاص قناصيهم الذين يستهدفون المدنيين. كما شفت الوضع الآن، أنا نص العالم كله ماشيين كنساء برضو ماسكين طوابير ما حصلوش ما سجلوش ولا شيء، ولا يسجلوهم بورق عادية. الحمد لله معنا ما زالت مستمرة في داخل. أزمة الغاز المستمرة منذ عدة أشهر والتي تتراوح بين النقص الحاد والانفراج المؤقت، إضافة إلى ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز لدى بعض المراكز، ضاعفت معاناة سكان هذه المدينة. ما سجلوا لنا ثاني العيد بشوال وللآن ما سجلوا لنا ولا نجينا نروح فاضين، واللي قالوا في تسجيل سجلنا أجينا ما سجلوا لنا ماسكين طابور من الساعة 6:30 ولا نحن فاضيين نروح فاضيين. مصادر اقتصادية أعادت أزمة الغاز إلى سوء التوزيع وعدم توفير الشركة المسؤولة حصة محافظة تعز الكاملة والتصرف فيها خارج نطاق المحافظة، ما يعكس حالة من الفساد داخل الشركة، إضافة إلى استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وتدهور قيمة العملة اليمنية. أزمة الغاز أثرت على مركز الغسيل الكلوي في مشفى الثورة العام والوحيد في المحافظة وفقا لما أفادت به مصادر طبية، فمركز الغسيل الكلوي توقف عن العمل نتيجة نفاد الوقود الخاص بمولدات الكهرباء. وأشارت المصادر إلى أن منظمة الصحة العالمية أوقفت دعمها من الطاقة لمركز الغسيل ما أدى إلى توقف الأجهزة الطبية، الأمر الذي يهدد حياة مئات المرضى المستفيدين من خدمات المركز. تفاجأنا بتوقف منظمة الصحة العالمية عن دعم مركز الفشل الكلوي مستشفى الثورة بمادة الديزل والذي كانوا يدعمون حتى شهر 6 2021. طبعا هم كانوا في السابق يقوموا بدعمنا بالمواد الغسيل وبعض الأدوية والأجهزة، لكن الآن توقف دعم مركز الفشل الكلوي وهيئة مستشفى الثورة بمادة الديزل معناته أنه هو كارثة إنسانية تهدد بموت الكثير من المرضى، حيث لدينا أكثر من 220 مريض فشل كلوي مسجلين في المركز. بصراحة هي مستشفى الثورة العام تعز تمر في ظروف استثنائية خلال هذه الفترة بسبب توقف دعم منظمة الصحة العالمية للديزل، مما أدى إلى توقف الأقسام الطبية نتيجة انعدام هذه المادة وتشغيل المولدات الكهربائية بما فيها قسم الفشل الكلوي وقسم العناية المركزة. منظمة أطباء بلا حدود كانت برضه تدعم هيئة مستشفى الثورة وانسحبت في خلال 2021. نعود إلى العراق وما يتعلق بالطلب بنقل المنافذ، منافذ التخليص الجمركي من إيران إلى العراق. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الباحث في الشأن السياسي والأمن العراقي سيد نجم القساب. صباح الخير سيد القساب، و ليست المرة الأولى التي يحرك فيها هذا
الموضوع السؤال: لماذا تصر إيران على إغراق السوق العراقية بمنتجاتها ولو على حساب المنتج العراقي؟ صباح الخيرات عليك وعلى متابعيك الكرام. بالتأكيد يعني حتى العقوبات التي فرضت على إيران في فترة ترامب إلى الآن استطاعت إيران لربما الحصول على موارد مالية من تصدير كل البضائع المتواجدة أو التي يتم صنعها في المدن الإيرانية، وبالتالي تم تدمير المنتج المحلي داخل المدن العراقية منها على المستوى الزراعي وعلى المستوى الصناعي. لكن بعد وصول السيد الكاظمي وعندما جعل في جعل تنويع الموارد المالية غير النفطية، مما جعل أن يختار بعض الشخصيات المهنية البعيدة عن التحزب، منها عندما اختار الدكتور عمر الوائلي ليكون رئيس هيئة المنافذ الحدودية، استطاعت هيئة المنافذ أن تجعل تصغير أو تصفير هذه الممنوعات والتهريب من قبل بعض الحدود الإيرانية، لأن العراق مع إيران 8 منافذ، 5 في الوسط والجنوب بدءا من زرباطية إلى مندلي إلى أقليم كردستان إلى حاج عمران. هذه المنافذ صعب جدا السيطرة عليها إلا بتقنية حديثة، وجعلت هذه الحدود تبدأ من شط العرب إلى النقطة الثلاثية، أي 1450 كيلومتر، وهذا تحتاج إلى تقنية وإلى بعض الأجهزة المتطورة. لكن تعلمين بعض الخارجين عن القانون الذين كانوا يسيطرون على المنافذ الحدودية صعب أن تكون السيطرة عليها. طيب. بنفس الوقت انتقال المنافذ الحدودية من المدن الإيرانية إلى العراقية لربما يكون أكثر سيطرة بعدم السماح بإدخال المحرمات، المخدرات، الممنوعات. وحتى عندما اختار السيد الكاظمي وزيرا للزراعة المهندس محمد الخفاجي أوقف كل إجازات الاستيراد والتهريب من المنتجات الزراعية والخضروات، وهذا غير ممكن. بلد كالعراق يقوم باستيراد التمر الإيراني والدجاج والمقطعات باللحوم الحمراء والبيضاء، ما جعل أن تعطل الزراعة والصناعة في الدولة العراقية. طيب في دقيقة لو سمحت سيد القساب، يعني حتى ولو نقلت هذه المنافذ إلى التراب العراقي، من هي الفصائل الممسكة بهذه المنافذ؟ أليست الميليشيات الإيرانية هناك؟ يعني أنا أعتقد الآن اختلف الوضع، بحيث عندما تم استبدال أغلب المدراء الذين تم تعيينهم في السنوات الماضية أو في حكومة السيد عادل عبد المهدي ومجيء بشخصيات بعيدة عن الأحزاب، صعب أن تكون السيطرة أو جعل التهريب مثل ما كان يحصل في الماضي. أنا لا أقول ليس هناك إدخال الممنوعات والمحرمات، لكن على الأقل تم تصغيرها وأفضل مما كان في السابق. من بغداد الباحث في الشأن السياسي والأمني العراقي سيد نجم القساب، شكرا لك على هذه الإضاحات. نعود إلى اليمن وتحديدا مع قصة الطفلة ماريا قحطان التي أصبحت تغني لشعب جريح وتعبر عن وجعه وألمه. تغني للسلام بين ركام الدمار ماريا قحطان، طفلة بزغت شمسها منذ 3 سنوات لأول مرة في برنامج The Voice Kids. فتاة يمنية ترعرعت في مدينة إب من أبناء حي مذبح الفقير، ولدت في زمن الخراب، حالها حال ملايين الأطفال اليمنيين الذين يعانون الحرمان. ابنة 12 ربيعاً باتت تمثل بصوتها العذب وطفولتها البريئة مستقبل أطفال اليمن الذين قاسوا ويلات الحرب لسنوات طويلة. تغني لتعبر عن آلامهم وآمالهم في آن واحد. على الرغم من أن شهرتها بلغت ذروتها في اليمن وفي الوطن العربي، أسرت ماريا قلوب محبيها ببسمتها التي لا تفارق محياها وتواضعها.
تبادر لزيارة الأطفال المصابين بالسرطان وأصحاب الهمم، وتحرص على أن تكون دائماً قريبة من قلوب عشاقها الصغار. أصبحت ماريا الآن فنانة صغيرة تطل علينا بأغانيها الخاصة وتحيي حفلات الأطفال في أعياد الميلاد والمناسبات، وتخطى عدد متابعيها على اليوتيوب عتبة 1,000,000 مشترك. منحها الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي بجامعة الدول العربية لقب سفيرة للمحبة والسلام لشؤون الطفولة. تغني ماريا أغاني وأناشيد الأطفال، وتغني كذلك المواويل والقصائد لفنانين قديرين في الوطن العربي. تخاطر بنفسها حين تذهب للقاء جماهيرها متحدية الدبابات والركام، وأمام ترديد شعارات الموت يعلو صوتها فوق أصوات المدافع في ساحات القتال وحول ضحايا الجبهات في بلاد نهشت أطرافها الحرب المستعرة. إلى تقرير جديد نشرته نيويورك تايمز حذر من عدم تلقي لقاح كورونا، ونقل التقرير عن أطباء قولهم إن كثيراً من الحالات التي تدخل المشافي لأشخاص أصغر من 50 عاماً، وإن حالتهم تتدهور بسرعة مقارنة بالحالات التي كانت تأتي المشافي العام الماضي. الأعراض يقول التقرير إنها أكثر حدة على المرضى الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً ولم يتلقوا أي لقاحات ضد الفيروس. ويشتبه أطباء أن متحور دلتا وراء تدهور الحالة الصحية للمرضى، فضلا عن انخفاض التطعيم لمن هم دون عمر 50. التقرير أيضا كشف أن متوسط عمر المرضى الذين أدخلوا مركز جامعة أركانسا للعلوم الطبية خلال فصل الشتاء الماضي كان 60 عاما، أما الآن فقد أصبح المتوسط هو 40 عاما. نتابع آخر إحصائيات الكورونا حول العالم. على مواقع التواصل ومع تفشي وباء الكورونا تحول كثير من مستخدميها لخبراء في الصحة، نشروا شائعات عن الفيروس وعن اللقاحات الخاصة به. دعونا نتابع أبرز هذه الخرافات. لنقاش ذلك ينضم إلينا من كارديف الدكتور محمد الحاج علي، الطبيب والباحث في العلاج المناعي في كلية الطب في جامعة كارديف. أهلا بك معنا دكتور محمد للنشرة الصباحية. صباح الخير بداية، ومنذ ظهور الجائحة وحتى اللحظة المغالطات الطبية تنتشر، بدءا من أن اللقاح هو شريحة تتبع وصول إلى مغالطات متحور دلتا. أول سؤال، يعني حقيقة هل المتعافي لا يحتاج للقاح ويحصل على مناعة عالية لستة أشهر؟
أسعد الله صباحك وصباح السادة المشاهدين. صباحاً. نعم، الكثير من المغالطات انتشرت منذ بدء هذه الجائحة أكثر من 20 شهر، حتى الآن لازلنا نشاهد الكثير من المغالطات على وسائل التواصل الاجتماعي. بالعودة إلى سؤالك، اللقاح فعال بالتأكيد عندما نتحدث عن الإقلال من نسبة الوفيات، عندما نتحدث عن الإقلال من شدة الأعراض المناعية أو المرضية، ولكن بالعودة إلى نقطة التعافي بشكل كامل، نعتقد أنه لابد من جرعة ثالثة أو جرعة داعمة تؤخذ في فترة معينة وتزيد من قدرة الجسم وكفاءة الجهاز المناعي على توليد الأجسام المضادة، وبالتالي رفع الكفاءة في مواجهة هذا الفيروس مرة أخرى، وبشكل خاص السلالات المتحورة أو الطافرة الجديدة. طيب، يعني من أصيب بكورونا وتعافى منها لا مناعة له، يعني ما زال يحتاج إلى جرعة اللقاح أو جرعتي اللقاح؟ بالتأكيد، وهذا ما شاهدناه في الموجة الأولى والثانية، عندما أصيب العديد من المرضى وأصيبوا مرة أخرى أيضا بعد 9 أشهر حتى 12 شهر بفيروس الكوفيد 19 وبحالات مرضية قد تكون أشد أيضا. طيب متى بعد التعافي؟ عندما نتحدث هنا بعد التعافي، بعد 6 أشهر من الإصابة، تقريبا يفقد الجسم الأجسام المضادة التي ولدها بشكل طبيعي، وهي المناعة الطبيعية هنا. ومن هنا جاءت الحاجة إلى وجود لقاح قادر على توليد كمية كافية من تلك الأجسام المضادة وتكون بجسم الإنسان لفترة زمنية طويلة قدر الإمكان، قادر على مواجهة أي موجات أخرى من هذا الفيروس. طيب، ما يتعلق بالآثار الجانبية لتلقي اللقاح التي تجعل الكثيرين يتخوفون من أخذه، يعني هل حقيقة هنالك آثار جانبية؟ البعض يشتكي ارتفاع درجات الحرارة، ارتفاع الضغط، دوار الرأس، يعني حقيقة هذه الأعراض هل لها علاقة باللقاح؟ ليس هناك دواء في العالم بدون تأثيرات جانبية. والسؤال هنا، هل هذه التأثيرات الجانبية تحدث بنسبة كبيرة؟ هل تلك التأثيرات الجانبية تسبب أعراض إذا ما قرنت بالمرض الأساسي، هي أعراض أكثر حدة مثلا أو أكثر خطورة على جسم الإنسان؟ والجواب بكل بساطة هنا أن التأثيرات الجانبية التي تحدث والتي قد ترتبط بتلك المطاعم واللقاحات، أولا نسبتها قليلة ومحدودة، هي أعراض بسيطة يمكن السيطرة عليها بشكل سهل وسلس، بالتالي دائما الفائدة من أخذ تلك المطاعم واللقاحات تفوق أي تأثيرات جانبية لتلك المطاعم فيما لو وجدت. طيب، وماذا عن متحور دلتا وقدرته حتى على ربما التأثير رغم تلقي أي شخص للقاح، وأن المتحور هو أسرع انتشار وأكثر شراسة بين الفئات العمرية الشابة؟ دكتور محمد، دلتا هو أو هي سلالة أكثر انتشاراً وأسرع انتشاراً من السلالات الأخرى، إذا ما قرنت بسلالة كنت البريطانية أكثر انتشاراً وأسرع ب 40 حتى 60%. بالنسبة لسلالة دلتا، لا زالت المطاعم واللقاحات قادرة على التعامل بها، وهذا ما شاهدناه من النتائج الواردة من المملكة المتحدة، وشاهدنا هنا قدرة تلك المطاعم على الحد من الاستشفاء في المستشفيات بمقدار 90%. يعني اللقاحات والمطاعم لا زالت قادرة على التعامل مع سلالة دلتا، ولكن يشترط هنا أخذ جرعتين على الأقل، جرعة واحدة لا تكفي للتعامل مع سلالة دلتا، وينبغي هنا أخذ جرعتين، وتتجه الشركات أيضا هنا للتفكير نحو الجرعة الثالثة من خلال تطوير بعض البروتوكولات. من كارديفا دكتور محمد الحاج علي، الطبيب والباحث في العلاج المناعي في كلية الطب في جامعة كارديف، شكرا جزيلا لك على الإيضاحات التي تفضلت بها معنا، أشكرك. نبقى في تأثيرات الكورونا لكن على العمل، فشركة أمازون قالت إنها لا تتوقع عودة موظفيها إلى مكاتبهم قبل العام المقبل، وإنها ستمدد فترة عمل موظفيها من المنزل إلى يناير المقبل بدلا من سبتمبر من العام الجاري. الأمر هذا ينطبق أيضا على شركة ألفابت المالكة لشركة جوجل، إذ كشفت أنها ستمدد سياسة العمل من المنزل حتى 18 من أكتوبر المقبل، فيما تراجعت شركة تويتر وقالت إنها ستعود وتغلق أماكن العمل التي أعادت فتحها بالفعل. أما فيسبوك فقالت إنها ستطلب التطعيمات لموظفيها الأمريكيين في المكاتب.
إلى شبكة CNN الإخبارية الأمريكية التي فصلت 3 من موظفيها بسبب القدوم إلى مقر عملهم من دون أخذ لقاح ضد فيروس كورونا، وفقا لمذكرة داخلية أرسلت إليهم كشفت أن الرئيس جيف زوكر أكد للموظفين بأن الشركة لا تتسامح مطلقا مع مثل هذه الحالات، وبأنها تلزمهم بالتطعيم من أجل الحضور إلى المكتب أو العمل في الميدان مع موظفين آخرين. وذكرت CNN أن إظهار دليل على التطعيم قد يصبح الآن شرطا رسميا للدخول لمقر العمل. أعلن مسؤول شركة موديرنا أنه بالرغم من الحماية التي يوفرها لقاحها في مواجهة كورونا، إلا أنهم يخططون لتقديم جرعات معززة للمساعدة في مكافحة سلالة دلتا المتحورة من الفيروس. واعتبر مسؤول الشركة أن نصف جرعة من اللقاح الأصلي تمنح بعد 6 إلى 8 أشهر من الجرعة الثانية للأشخاص، ربما تقدم تعزيزا كافيا للحماية. وتظل لقاحات موديرنا فعالة بنسبة 93% بعد 4 إلى 6 أشهر من الجرعة الثانية، وفقا لأحدث تتبع لدراسة أجرتها الشركة على 30,000 شخص. ساهمت الرياح العاتية في زيادة حرائق الغابات شمال العاصمة اليونانية، حيث تكافح طواقم الإطفاء للسيطرة على الحرائق والتي اقتربت من الطريق السريع الذي يربط أثينا بشمال اليونان. نتعرف الآن على سؤال التصويت ليوم الغد مع زميل محمد دغمش. ما هو السؤال محمد؟ تسابيح، شكرا. تصويت الغد ستجدونه مشاهدينا بعد قليل على حسابنا في تويتر ويوتيوب كوميونتي، وفيه نسأل: هل تتوقع تصاعدا في استهدافات الملاحة البحرية؟ الخيارات هي بالطبع نعم أو لا. أما الآن نذكركم بالعناوين. في امتحان الدبلوماسية السودانية، النازحون رسبوا ورئيس الحكومة يطلب اجتماعا عاجلا لكشف الحقائق. الأطباء يحذرون من تأثير دلتا على الشباب ويشجعون على اللقاح، وخرافات مواقع التواصل عنها وراء عزوف البعض. وأبرز العناوين السياسية معك تسابيح، شكرا. شكرا محمد، يومك سعيد. يومك سعيد. مجلس الأمن يبحث اليوم الهجوم على ميرسر ستريت وواشنطن، تؤكد أن سلوك إيران عدائي على الملاحة الدولية. لوقف التهريب ولحماية المنتج العراقي، بغداد تطلب من طهران نقل منافذ التخليص الجمركي إلى ترابها. انتهت حلقة اليوم من النشرة الصباحية، مشاهدينا إلى اللقاء.